أحبتي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة اللغة العربية من كتاب مرشدي في اللغة العربية للمستوى الخامس ابتدائي. إذن أحبتي، حصة اليوم سوف ندرس فيها التقويم التشخيصي، يعني الصفحة 6 والصفحة 7. إذن لدينا هنا نص كما ترون في الصفحة 6 وأسئلة في الصفحة 7. إذن أحبتي الصغار، لنقرأ قراءة جيدة لأن جميع الأسئلة الموجودة في الصفحة 7 متعلقة بالنص. إذن على بركة الله، كما تلاحظون معي لدينا صورة امرأة. إذن التخمين الأول، فالنص سوف يتحدث عن امرأة. إذن لنقرأ العنوان. هنا لدينا مغربية في الوقاية المدنية الإيطالية. إذن النص سيتحدث عن مغربية في الوقاية المدنية في الديار الإيطالية. إذن أحبتي الصغار، اقرأوا معي النص. إذن على بركة الله، اسمها نادية الخديدي، هي مغربية من مدينة طنجة. حققت قصة نجاح باهر في إيطاليا. طموحها كبير إلى الارتقاء، وعزيمتها قوية لبلوغ المستحيل. لقد قدمت إلى هذا البلد قبل أزيد من 30 عاما، ودرست فيه لتصير مسؤولة رفيعة في هيئة الوقاية المدنية الإيطالية. قررت نادية وعمرها لا يتجاوز 18 عاما مغادرة مدينتها طنجة إلى أوروبا للدراسة وخوض تجربة البحث عن عمل وتمثيل بلدها أحسن تمثيل. نزلت نادية بإيطاليا وحلت بالعاصمة روما واستقرت بها. بعدها أخذت تعمل بجد من أجل مزيد من التحصيل العلمي والتكوين. نالت شهادة الماستر وقررت أن تجد لها مكانة في المجتمع الإيطالي، لكنها اصطدمت بقلة فرص العمل فتنقلت بين مهن مختلفة، غير أنها لم تقتنع بمهن عادية لا توازي طموحاتها. فعودت البحث عن فرص عمل بديلة، كانت أول خطوة نحو مسار مهني متميز أن عملت موظفة. وهكذا صارت ترتقي مع توالي السنين وتراكم الخبرات إلى أعلى المناصب، فقد أضحت أول مسؤولة عربية مكلفة بالعلاقات الدولية في جهاز الوقاية المدنية التابع لرئاسة الوزراء في إيطاليا. لقد صارت اليوم أكثر إقناعاً بأن كل طامح في مستقبل أفضل سيبلغ مبتغاه كيفما كانت الصعوبات. كما تأكد لديها أن المرأة المغربية تتمتع بقدرة فائقة على التطور بسرعة وعلى تحمل المسؤوليات الكبيرة وتحقيق ذاتها وأهدافها، وهو ما يؤهلها لاحتلال مواقع متقدمة في بلدان الاستقبال. إذن أحبتي الصغار، بعدما قرأنا النص قراءتنا جيدة، ننتقل الآن إلى الصفحة 7 ولنجب على التمارين. إذن السؤال الأول، هنا لدينا أملأ خريطة الكلمة بارزة. هنا عندنا كلمة بارزة، هي إذن خصنا نعرفوا النوع ديالها والمعنى ديالها ونديروها في جملة مفيدة، كذلك ونعرفوا الضد ديالها. إذن أحبتي الصغار، فأدنى لدينا هنا بارزة فعل، النوع ديالو فعل. هنا بارزة النوع ديالو فعل. إذن كتبوا فعل في هذه البلاصة هذه أحبتي الصغار. إذن كما كتشوف معايا هنا بارز النوع ديالو هو فعل. هنا نشوفوا المعنى، ما معنى بارز؟ المعنى ديالو هي ظهر. المعنى ديال بارز هي هو ظهر أحبتي الصغار. إذن كما هو
صغاري الاعزاء، المعنى ديال برز هو ظهر. دابا غنتقلوا للضد ديالو. الضد ديال كلمه برز، الضد ديالو هي اختفى. اذا ظهر اختفى، اذا الضد ديال كلمه برز هو اختفى. اذا بهذه الطريقه هذه احبتي الصغار، الضد ديالو هي اختفى. اختفى هي ضد ظهر وبرز. اذا نضع برز في جمله، برز في جمله. مثلا برز الطير في السماء، برز الطير في السماء، هي ظهر الطير في السماء. اذا احبتي الصغار بهذه الطريقه هذه برز الطير في السماء، ويمكن لكم تكتبوا اي جمله، المهم فقط تضفوا فيها برز. دابا احبتي الصغار غادي ننتقلوا للسؤال الثاني. السؤال هنا كيقول اكمل عائله الكلمه دراسه. أعيد، أكمل عائلة الكلمة دراسة. هنا عندنا كلمة دراسة، نكتب العائلة ديالها. مثلا درس من ضمن عائلة دراسة، درس من ضمن عائلة دراسة. كذلك أيضا مدرسة من ضمن عائلة دراسة، مدرسة من ضمن عائلة دراسة، نكتب مدرسة. مثلا كذلك أيضا مدرس، نكتب مدرس. كذلك هو أيضا من ضمن عائلة دراسة، نكتب مدرس. الطريقة هذه مثلا كما قلنا درس، مدرسة، مدرس، كلها كلمات من عائلة دراسة. مثلا يدرس، فعل يدرس تهو من ضمن كلمات عائلة دراسة. إذا اكتبوا يدرس. مثلا في الأخير نكتب دارس، دارس تهي كلمة من ضمن عائلة كلمة دراسة، نكتب دارس. إذا كما كتشوفوا معي أحبتي كتبنا مدرسة، مدرس، يدرس، دارس، وكاين بزاف الكلمات، اختاروا منها اللي بغيتوا. أنا اختاريت لكم اليوم هادو. إذا أحبتي الصغار دابا غادي ننتقلوا للسؤال الثالث. إذا أحبتي السؤال الثالث يقول أضع العلامة، العلامة إكس. دائما أقول لكم هذه العلامة تسمى يا إما بعلامة إكس، علامة جدا أو مضروب. إذا أضع العلامة إكس في مكان الشرح المناسب لكلمة نزلت فيما يلي أو فيما يأتي. إذا أعيد، أضع العلامة إكس في المكان، في مكان الشرح المناسب لكلمة نزلت فيما يأتي. إذا هنا لدينا كلمة نزلت، يعني لديها معاني حسب الجملة أو حسب السياق، نحن سوف نقوم بتحديد المعنى. هنا لدينا هبطت، حلت، هطلت. إذا سنقرأ الجمل ثم نحدد معناها انطلاقا من سياق الجمل. إذا هنا لدينا نزلت خلالها بأرض روما، نزلت خلالها بأرض روما. إذا المعنى ديال نزلت في هذه الجملة هذه هي حلت، هي حلت. إذا نديروا علامة كما هكا تحت من حلت. هنا عندنا الجملة الثانية، نزلت إلى السوق لشراء الخضر. نزلت إلى السوق لشراء الخضر، هنا نزلت كتعني هبطت، هبطت. إذا نديروا علامة في هذه الخانة هذه أحبتي الصغار. إذا ننتقل دابا للجملة الثالثة. هنا عندنا نزلت من الطابق الثالث، نزلت من الطابق الثالث. هنا المعنى ديال نزلت هي نفسها هبطت، يعني هبطت أو نزلت من الطابق الثالث. إذا نديرو علامة إكس في هذه الخانة هذه. إذا بهذه الطريقة هذه أحبتي الصغار. إذا دابا غادي ننتقلوا للجملة الأخيرة. هنا نزلت الأمطار غزيرة، نزلت الأمطار ماذا؟ غزيرة. هنا نزلت الأمطار كتعني هطلت، هطلت الأمطار. إذا غنديروا هنا علامة في هذه الخانة هذه أحبتي الصغار. إذا هنا بهذه الطريقة هذه أحبتي الصغار حددنا المعنى ديال نزلت في كل جملة. إذا أحبتي الصغار دابا غادي ننتقلوا للتمرين الأول في الفهم وأفهم وأحلل. إذا أضع سطرا تحت الجواب المناسب. أعيد، أضع سطرا تحت الجواب المناسب. إذا هنا لدينا مكثت نادية الخديدي
في المهجر 18 سنة أو 30 سنة أو المدة ما بين 18 و 30 سنة. أعيد، مكثت نادية الخديدي في المهجر 18 سنة 30 سنة المدة ما بين 18 و 30 سنة. هنا الجواب هو 30 سنة، 30 سنة حبتي الصغار. إذا ندرس التركيبة هكا تحت من 30 سنة. دابا صغار الأعزاء غادي ننتقل للسؤال الثاني. السؤال هنا يقول أذكر من القائمة ما لم يكن سببا في هجرة نادية. أعيد، أذكر من القائمة ما لم يكن سببا في هجرة نادية. هنا لدينا التعلم والدراسة، لا، التعلم والدراسة كان سببا في هجرة نادية. هنا السياحة والتجول، نعم هذا ما كانش سبب في هجرة نادية. كنديروا فيه علامة كما هو أحبتي الصغار. هنا عندنا البحث عن العمل، نعم البحث عن العمل كان يعني سببا لهجرة نادية إلى ألمانيا. هنا عندنا زيارة الأهل، لا زيارة الأهل لم يكن سببا لهجرة نادية. إذا كنديروا علامة فوق من زيارة الأهل والسياحة والتجول أو التجول. إذا دابا صغاري الأعزاء غادي ينتقلوا للسؤال الثالث. والسؤال هنا يقول أصل بخط كل مرحلة بما يناسب. أعيد، أصل بخط كل مرحلة بما يناسب. إذا هنا عندنا وجدت وظيفة راقية في أسلاك الدولة. أعيد، وجدت وظيفة راقية في أسلاك الدولة. إذا نادية مسؤولة في دولة المهجر. إذا نادية مسؤولة في دولة المهجر. إذا غنديروا خط ما بين وجدت وظيفة راقية في أسلاك الدولة ونادية مسؤولة في دولة المهجر. إذا بهذه الطريقة هذه أحبتي الصغار. هنا عندنا هاجرت إلى إيطاليا للدراسة. هاجرت إلى إيطاليا للدراسة. إذا كانت شابة أثناء هجرتها إلى إيطاليا للدراسة تقريبا في سن 18 سنة. إذا هنا نادية شابة. نادية شابة. إذا أحبتي الصغار هنا عندنا حصلت على شهادة الماستر. حصلت على شهادة الماستر، هذا يدل أنها أنهت دراستها. إذا نادية أنهت دراستها أحبتي الصغار. إذا في الأخير لدينا بدأت تبحث عن عمل. بدأت تبحث عن عمل. إذا نادية تريد الاندماج في المجتمع. إذا بهذه الطريقة هذه أحبتي الصغار. إذا أحبتي الصغار سلينا الحصة ديال اليوم، نتلقاو إن شاء الله في الحصة الماجية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.